جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما أخبرتكم أنني أعمل في مكان بعيد عن البلد وبمفردي، وإذا كنت بمفردي كثيرا ما تنتابني بعض الأفكار التي أتمنى ألا تعود إلى ذهني. بماذا تنصحوني حتى تبتعد الأفكار السيئة عن تفكيري؟ جزاكم الله خيرا. من يظهر من هذا الصانع بشيء من الوسواس، الله المستعان، فعليه ان يدفع هذه الامور ولا تضره ان شاء الله. نعم. بما يكون الدفع شيخ صالح؟ من تركها ورفضها والاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل هناك اذكار معينه تعينني على الابتعاد عن هذه الوسواس وهذه الافكار؟ الاستعاذه من الشيطان الرجيم. طيب. قال تعالى: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. وفي الايه الاخرى: انه هو السميع العليم. طيب. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرا ايه الكرسي. طيب. وسوره الاخلاص والمعوذتين، لا سيما سوره الناس، فان فيها الاستعاذه من شر الوسواس الخناس. نعم. جزاكم الله خيرا. طيب، ويكثر من ذكر الله، فإن ذكر الله يحيي القلب ويطرد عنه الشيطان. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.